مساء النور مجددا، مرحبا بالجميع. الجزء الثاني من سهرة انت الحب على نسمة جديدة، ودخلنا في الجو عبد الستار عمام وكحكينا شوية على عيد الجلاء، لأنه موضوعنا بالأساس هو عيد الجلاء من خلال توأم استثنائي شريف وجلال بن غفار، الزوز مولودين نهار عيد الجلاء. بتبيع التوأم اجوا كانوا مولودين فردنار، ولكن هم ولاد بن زرد، ولا الحكايه مصادفه غريبه جدا. سي شريف مرحبا مجددا. على السلامه سي حسام، نورتني. عايشك. من قبل يعرفوكم العباد انكم في بن زرد، على الاقل انكم توامت عيد الجلاء؟ من قبل يعرفونا معناتها في بن زرد، اللي احنا مولودين 15 اكتوبر، ونقولوا احنا فم برشا توامه في بن زرد باش ما ناخذوش حق الاخرين، توامه الاخرين، لكن احنا المعروفين بالمواليد 15 اكتوبر، اشهر توامه في بن زرد. نجم نقول سنه عملتوا 60 سنه كي ستينيت عيد الجلاء. وقتاش فهمتوا؟ انا بعد شوفوا التقرير، وقتاش فهمتوا اهميه التاريخ اللي تولدتوا فيه؟ وقتاش تحكيت لكم في العائله يعني؟ والله من اللي عمرنا صغار شويه، معناتها من 5 سنين هكاك بدينا نفهموا اللي احنا العيد الجلاء عنده اهميه في بن زرد. ونخرجوا مع العائله، معناتها فما احتفالات كبيره كانت من قبل بالنهار، يعني 14 اكتوبر كانوا يصيروا احتفالات كبيره في بن زرد، حفلات، قصر المؤتمرات، برشا حاجات. حتى في وسط البلاد، معناتها توا عندنا دي سوفونير، معناتها من الحاجات اللي تصير في وسط البلاد، معناتها حركيه كبيره، يعني نجم نقولوا حركيه اقتصاديه تنجم تكون العيد الجلاء. من كل عام هذاك، من الوقت هذاك حتى لين كبرنا، قعدنا معناتها ديما كل عام تزيد تكبر الحكايه، فهمتني، مع عند الناس، محبه الناس لينا احنا زاد نحبوهم، ويحكيون على 15 اكتوبر معناتها شنو صار. الناس كل تحتفل بعيد ميلادكم. نسكن به احنا باش نفهموا اكثر الحكايه، وايضا فرصه باش نطرح موضوع التوامه. زادة فعلا التوامه يحبوا بعضهم؟ هل فعلا التوامه زادة عندهم علاقه استثنائيه، خاصه انه الاستثنائي في حكايتنا انه شريف باش يكون حاضر معنا، وبعد شويه جلال يلتحق معنا بسكايب لانه هو مقيم في الخارج في النمسا في 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 اوروبا. توام روحي، هذه قصه شريف وجلال، وبعد نرجع نحكي لكم عن النهار اللي صورنا فيه وشنو صار فينا. هات شوفوا التقرير هذا، التصوير لمحمد عتروس وحسين بن علي. في الحياة الإخوة هما السند، وهما اليد اللي توقفنا على سقينا كي نطيحوا، وهما القلب اللي خاف علينا، وهما لقشة من روح، وهما عينينا. والمشاعر هذم الكل يتضاعفوا كي يتعلق الموضوع بتوأم. هو عادة نسمع حكايات غريبة برشا على التوائم، لكن مع جلال وشريف كل اللي يتقال يتحول لحقيقة. التوامة يحسوا إحساس غير العباد الطبيعيين. مثلاً أنا أخويا نصوم معتا دي فريجيمو، نحس بخويا وهو يحس بيا. صارت فازات قبل، خويا في التسعينات نزاد له مولود، قبل ما نسمع أنا قاعد نخدم ويضرب التليفون، ناقوس تاع التليفون، غزرت الحريف نتاعي، قلت له هذا خويا، حسيت بخويا اللي باش يعمل لي تليفون، هزيت لاباري، نطلع خويا، قال لي راهو نزاد لي وليد، ياسمين، بنته ياسمين. أنا في الوقت هذاك حسيت بفرحة، قبل بوقت قصير، حسيت بفرحة، يعني خويا وقت اللي فرح هو أنا فرحت. ومرة في الشتاء هو في النمسا، في الليل أنا راقد، قمت مفجوع، فهمتني، قمت مفجوع. وبعد رقدت من غدوة صباح عمل لي خويا التليفون، قال لي راني عملت حادث، فهمني، الكهرباء تقلبت به في الثلج، زلقت به تقلبت في الليل. أنا أكل وقت هكا بالضبط، وقت اللي عمل الحادث هو أنا حسيت بها اللاكت، قمت مفجوع، فهمني، هو كل وقت هذاك أخويا عمل الحادث نتاعو. ثم يمكن يقول لك ظاهرة ماهيش طبيعية ولا حاجة، ما بالحق الفريجيمو يعني يحسوا ببعضهم، يعني مش انا يعني طبيعي اقول لك هذا جاع ويزمو ياكل الاخر، لا، فما احساس نادر نحسه، كي سنتيمون يعني كيما خويا يكون فرحان ولا حزين ولا كئيب ولا حاجه، هذاك يعني نحسه به، نتبادله بالاحساس هذاك، فهمت؟ كل عام في يوم 15 أكتوبر تحتفل تونس وبن زرد خصوصاً بذكرى عيد الجلاء، وشريف وجلال يحتفلوا زادة بعيد ميلادهم. صحيح، احنا أشهر توامة في بن زرد بالمناسبة عيد الجلاء،
يعرفونا اللي احنا مولودين 15/10/63، يعني السنه باش نعملوا 60ية نتاع عيد الجلاء والستينية نتاعنا جوزونا. النهار اللي غادر فيه اخر جندي الاراضي التونسيه انزادوا للمرحوم خميس بن غفار زوز اولاد جلال وشريف، وتسمية جلال مقتبسة فعلا من كلمة جلال. بابا كان عامل حفلة في الليل بمناسبة 15 أكتوبر موسيقية، بالنسبة هو كان في نادي خميس ترنان، وعيطوله المرأة أمي باش تنجب المولود، دخلوا للسبيطار ولدت، جاء قالوا له الأول جاء أو تولد سميه جلال على عيد الجلال. زاد شوية قالوا له سي خميس راهو جاك الثاني، بابا الوالد عمل هك وقطع فهمت لا يزيد 11 ولا ولو فهمت. وبالنسبة هذيك اللي سماني جلال على عيد الجلال وأرض الجلال بالضبط. فرحة البو نهار 15 أكتوبر 1963 كانت مضاعفة، البلاد تتحرر نهائيا من جنود المحتلين، وهو ينزاد له زوز وليدات، وكبروا الوليدات وكبرت محبتهم في بنزرت جلال وشريف، مشهورين جدا هما بكل بساطة توأم عيد الجلال. والناس يحبونا برشا في بنزرت، احنا في بنزرت لقينا حب كبير من أصحابنا من أحبابنا من أهالينا في بنزرت، يحبونا برشا برشا واحنا زاد نحبوهم وكيما يحبونا نحبوهم، يعني حتى تو كنت عادي او قبل التصوير مثلا واحد يعيطنا من الجهه الاخرى يوريك جو جو ياس يوريك اللي احنا ما محبوبين في البلاد هذه فينومين نحبوا العباد. وحاجه اخرى نقول لك اللي معناتها الببليسيتي اللي خديناها في بنزرت فهمني هي عيد الجلاء، التوامه نتاع عيد الجلاء، يعني عيد الجلاء عنده مزيه كبيره برشا على معرفتنا في البلاد. في السبعينات اول انترفيو عملناه في الاذاعه الوطنيه، جاونا للدار معناتها الاذاعه صورتنا مع الوالد بابا فهمني في الدار، عملنا انترفيو وحكى لهم بابا على الاسطوره نتاعنا يعني فهمني على الحكايه نتاعنا، وحكى على عيد الجلاء وعلى النضالات تاع بنزرت، زاد حكى على عيد الجلاء فهمني، وحكى على النضالات البنزرتيه في بنزرت على ضد الاستعمار. محبتهم لبعضهم يتضرب بها المثل، والشبه الكبير اللي يجمعهم خلاهم ديما عرضة لبرشا مواقف غريبة وطريفة. كي عديت عامي العسكر فهمت في الأشهر تاع التدريب نتدرب وممنوع علينا نخرجوا كل شيء، والعرفاء والعارف أول يخرجوا صهريات في الليل راح يخدموا هما يراو خويا في السينما ولا البرة وكل شيء، من غدوه يصبحوا لي الصباح وتراسلي في عقوبه زحف وماشيين على الركايب، واحد يحسبوني انا ديزارتور فهمت خاطر ممنوع في التدريب نخرجوا، حتى لين بعد في زياره خويا جبته لهم باش امنوني اللي انا في وسط الجزرنا مانيش البرة فهمت، يعني العذاب هيك الكل اللي عذبته كي كونديسيون فيزيك باهيه كانت عندي وعديتها فهمت. عندي حكايه صارت مع عمتي الله يرحمها، شاك فوا هكا تستحشنا تعيطنا تعطينا حاجه الصباح نفطروا بحذاها الصباح ولا حاجه هكا فهمتني. نهار مشى لها خويا للدار الصباح شرب قهوه ما عندها وعطاته عظمه وحده مشى، لقاته برمشى يروح للدار عيط لخوك خويا اش عمل؟ بدل المريول نتاعو وعاود رجع لها خذا العظمه وروح. انا مشيت لها قلت لي ما جيت خذيت، قلت لها ما جيتش عمتي، قالت لي يا العبها لي الحلوف الاخر. الخو سي ديما خو تواما ولا مش تواما فهمت، ديما لازمك تعول على خوك تسال خوك كان اكبر منك في نصيحه في كل شيء، ديما تقول خويا اللي باش تعمل عليه والسند نتاعي حتى لو انا جرات لي حاجه ولا بعد الحاجه ديما خويا هو في المقدم يعاون، هو شريف ديما يعاون وكل شيء فهمت، وديما حاضر فهمت في الباهي ولا في الخايب ديما موجود. ما نجمش نفسرلكش معناتها الحب اللي يحبوا لي ولا الحب اللي نحبوا، معناتها احنا شخص واحد اللي يحسه هو نحسه انا، وحتى في العائله يعرف جلال وشريف ما يدخل حد ما بيناتهم، خط احمر اللي يدخل ما بيناتنا يعرف.
علاقة شريف وجلال أكدت كل اللي يتقال على التوأم إنهم يحسوا بعضهم بدرجة استثنائية، وحتى كي تغرب جلال عمره خيط المحبة بيناتهم ما تقطع، بالعكس اللي بعيد على العينين عمره بالنسبة ليهم ما كان بعيد على القلب. حبوا أخواتكم، حبوا بعضكم، راهو سي امبورطون تحبوا بعضكم كيف انا وخويا نحبوا بعضنا. فم برشا توامة في بنزرت، اما جيسبيغ بيان يكونوا كيفنا. توأم روح يا وي غنيتكم هذه رغب علامة. رغب علامة حفظها ولا والله لا ما مالها ليه تقول لي لي خاطر هو غنيها لك راه وقتها ما شكون واضحين فما. خلينا نحكي شويه على الكواليس. هاي نسيت تحكي انت ولا نحكي انا؟ ابدا انت. صورنا نهارتها كان 24 جويليا، لانه فما برشا حاجات صورناها في الصيف. كان اسخن نهار في صيف 2023 لدرجه انه الكاميرا طاحت بان لانه سخنت ورصتنا يعني ندخلوا الكاميرا للكليماتيزور في الكهرباء باش تبرد يعني من قوه المحبه. يظهر لي سي شيرين سفري معناتها قوه المحبه بلوكات الكاميرا. بارك الله فيك. وحاجه نقول لك قال لي اليوم هذاك اول عمه عمتها في بنزرت واخر عمه يظهر لي. لا لا عمتها مره اخرى بعدها اما اول عمه هيك. هو بعد شوي يلتحق بينا عبر سكايب جلال من أول مرة يجي وسنين إن شاء الله نلقاو توامة هكايا فما طرائف يعني فما كيما يعني حكاية أنكم مولودين نهار عيد الجلال. هل فعلا التوامة يحسوا ببعضهم؟ صحيح. أنت قلت لنا مرة قمت في الليل، أما فعلا فما هل علاقة روحانية هذه مع عند التوامة المحبة؟ نقولوا احنا التوامة اللي فغي جيمو معناتها من عند ربي، فما إحساس كيما نقولوا احنا يحسوا ببعضهم من عند ربي، معناتها كل اي حاجه تصير تنجم معناتها تفيق بها، معناتها تحسها فما حاجه. انا خويا معناتها صارت معاه حاجات حسيتهم معناتها وحكيت عليهم في الحلقه اللي في وقت اللي صورنا حسيت بحاجه اللي انا فرحان برشا. هوك الوقت هذاك مرته ولدت والتليفون ضرب، غزرت انا الحريف بتاعي قلت له هذا خويا سي فري، طلع خويا وقال لي على الخبر السعيد هذاك فهمني اللي انجبت مرته كوقتها النمساويه بنته الاولى ياسمين فهمني. ومره اخرى قلت لك زاد تيليباتي موجوده، يعني تيليباتي تحسوا ببعضكم عن بعد 100% 100%. العام الاولاني انا تقلقت برشا كي هاجر هو فما قلق، معناتها كنا كل يوم مع بعضنا معناتها كانك مريول لابسه فهمتني، يعني مريول وتنحالك فرد ضربه، يعني فما تحس اللي فما حاجة نقصت منك من بدنك، يعني روحك فما حاجة مهيش هي. قعدتك العام هيك أنا من معناتها الفراغ اللي خلاهولي تعبني، لكن مع الوقت ومع الواحد بدينا نتأقلموا ولبس. عموما في علاقات الأخوة في حياتنا ما نعبروش على محبتنا، ما يقولش خو الاخت نحبك ولا اخ الخوه ولا عادي هكا. ساعات بعض التصرفات يعني ساعات حتى تتحول العلاقه الى هكا تليفونات نتاع الكورتوازي، اهلا شنو احوالك لاباس اي بسلامه، ولا يتقابلوش في الاعياد. في وضعيتكم نحس انه الامر مختلف. صحيح. فما حضور دائم في حياه كل واحد في حياه الاخر. صحيح. معناتها التوامه بصفه عامه نقول انا لي فيغيجي مو معناتها فما احساس اخر كيف خويا، معناتها نفس الاحساس اللي نحسه انا يحسه خويا معناتها كي نهار مراهش ولا ما نسالش عليه ولا فما حاجه تنقص. اول ما مشي انا نبدا متعدي مثلا في البلاد نغزر الكارت بوستال اللي يبيعوا لي كارت بوستال، ناخذ كارت بوستال ونكتب حتى كلمتين شنو احوالك ونرميها في البوسطه، معناتها سامفي معناتها ترتاحني فهمني. وحاجه اخرى حتى في العائله نتاعنا يعرفونا إليانا وجلال نحبوا بعضنا. تبارك الله، انت قلت عندكم 11 اخو واخت، يعني فما شكون مرحومين ربي يرحمهم. يعني كانت علاقتكم استثنائيه وسط العائله؟ وسط العائله اي، ما سواء في العائله الضيق ولا المتوسعه. جلال وشريف عندهم محبه كبيره في وسط العائله ولازم في كل بلاصه يعملوا جو بجلال. نجموا ندوروا هكا شويه الاكرون الكبير لانه فما تصويره باش من هنا باش جينا تصويره من الخارج. على السلامه يا جلال. اهلا بحسين، شنو احوالك؟ يعني ماكش انت اللي حاضر حذايا في البلاتو، عادي جدا يعني لو كان ما جيتش نعرف اللي انت خارج تونس نجموا تقلبوا البلايص فاسيلمون.
مرحبا جلال. مرحبا بكم ومرحبا بكامل المشاهدين والمستمعين. عسلامة. هو التوأم شكون أكبر أنت ولا هو جلال؟ أنا بدقيقة أكبر على ما يحكيونا هبطت أنا بدقيقة ومن بعد هو طاح في بانورة. كيفاش توصف علاقتكم جلال؟ يعني هو كان يحكي لنا ببرشا ايموشن انه تواما يحسوا ببعضكم، نحس انه علاقتكم استثنائيه. انا اش باش نقول لك، يعني بريجيمو احنا يعني كاي خو، اما فما احساس اخر احنا نحسوه اللي التوأم، يعني احنا توأم من عظمة واحدة، فهمت؟ فما من زوز واحد كل شيء يعرف، نشبه بعضنا في برشا حاجات، في الطبيعة، في الأفكار، فهمت؟ ولذلك يعني صعيب برشا يعني باش كنا باش نتفارقوا على بعضنا، فهمت؟ عدينا فترة يعني صعيبة ياسر، فهمت؟ أنا بيدي كي جيت مطريش وبعيد عليه يعني حسيت برشا، يعني مش كي أي واحد في غربة ولا حاجة، أما تحسها يعني نصك منك انت مشى، فهمت؟ لفيت طرافه الموضوع انه عندنا برشا تواما، اما انتوما لفيت انكم من بنزرت ومولودين نهار عيد الجلاء، وانت اسمك اساسا مستوحى من كلمه جلاء، دونك جلال جايه من الجلاء بين ظفرين. كيفاش كنت تعيشوها المناسبه هذه انه البلاد كلها تحتفل بعيد ميلادكم، انه يعيطوا لكم انتوما، هبطت عليكم مقالات في الجرايد، استدعاوكم في التلفزه، يحكيوا عليكم في الاذاعات التوام تاع عيد الجلاء؟ اش باش نقول لك، يعني احنا يعني زهر يعني توامة متميزين على الاخرين، شو الاخرين زادة توامة ويحسوا ببعضهم وكل شيء، اما الزهر احنا جينا مولودين في 15 اكتوبر وهذا ظهر لي على خاطر يمكن خليتنا الظروف يعرفونا برشا ناس وجينا تحت الاضواء، فهمت؟ وشريفك زاد بصفته هو يعني حلاق بنزرت يعني معروف ويجيو الناس بحبوح وكل شيء، فهمت؟ وهذاك يعني اللي خلينا يعني احنا معروفين بنزرت مش كبيره ياسر في السنتر وكل شيء، يعني واحد يعرف واحد وكتابه بنزرت قول شريف الحجام توصل حتى اللي هو. خلينا نختم معاك بسؤال، وقت اللي صورنا غنيت له اغنيه ما حبش يغني هذا، لانه الاستضافه نتاعكم سميتها توأم روحي انا. او في الاغنيه انا تايم راوني صفر والله بالحق. نجم نعمل لك حاجه اخرين، اما صلح لك كهرباء بابور، اما غناء. شكرا جلال، يعطيك الصحه. شكرا. كانك تشوف روحك في المرايه. روحي صارت لي فازه انا في مرايه متعدي، فما مرايه متعدي انا ريت روحي يا اخي، رجعت بالتوالي عيط جلال يا اخي. شايف بالك بالنار عادي انا يا اخي، حسبت اخويا متعدي هو التصوير، تصويرتي انا في المرايه. ربي فضلكم بعضكم. ما قبل ما نختم ونجيبوا سندر باش تسالكم سؤال، ارجع لي شويه لعيد الجلاء، لانه اليوم اذا استضفناكم لانه قصه التوأم، ولكن ايضا التزامن هذا مع عيد الجلاء. كيفاش كنتوا شفنا مقال عليكم في جريده القناه، استدعاوكم في الاذاعات قبل، يعني كيفاش كنتوا تعيشوها وانتم صغار؟ والله الفتره هذيك تعدات حلوه برشا، عدونا برشا في الوطنيه، عدونا مره في الوطنيه تلفزة. في التلفزه جات الاذاعه والتلفزه للدار، عملوا معنا انترفيو وعشنا انا واخويا فتره حلوه برشا في المدرسه. المعلمين نتاعنا يعيطونا معناتها باش ولو يعملوا بينا جو حتى في المدرسه، فهمت نتاعنا، حتى اصحابنا حتى في الشارع هاكم التوامه هاكم التوامه. من الوقت هذاك اخذينا معناتها السكسي هذاك، فهمني، حتى اليومين هذا مام، حتى في جريده القناه عملنا حوار انترفيو، حبيت نلوج عليه ما لقيتهاش الورقه، ما سي حلوه برشا، فهمني. توام عيد الجلاء، توام عيد الجلاء يا سيدي، نورتونا احنا. شكرا. قبل ما مازلت قد معنا، مازلت باش يحضرنا سندا، لانه سندا زاد عندها ما تسال وتجيب لك بطبيعه الكادو، ناخذ تصويره الختام، نمشوا مباشره ل 21 شارع الحب. رجعنا لكم في انت الحب الجزء الاخير، ترجع فيه سندا. عسلامه سندا. هو عنده توام، قد عندك خوات؟ انت ما حكيتليش على روحك شويه، قداش عندك خوات؟ شو تحب تعمل في حياتك؟ تغني، تشطح، تقرا؟ باش مغرومه انت؟ باش مغرومه؟
طيب مليحة؟ شو طيب مثلا؟ قاتو. قاتو ما جبتليش قاتو، وينو قاتو؟ غدو شو؟ غدو نجيبك. غدو مانيش موجودين احنا وقتها غدو. نجيك ليكول ناكل القاتو. باش طيبوا القاتو انت؟ باش تقاتو باش طيبوا القاتو؟ في شوكولاتة. شوكولو شوكولاتة؟ مخروم بالشوكولاتة؟ باهي، تعمل سبور ولا لا؟ نعمل سبور. قد عندك خويا تحكي لي شوي. خويت في الدار ولا؟ عندك خويت في الدار وخويت في الشارع مالا؟ مالا، قد عندك خويت؟ زوز. أنت الكبيرة ولا صغيرة؟ أنا كبيرة. وشو اسمهم خواتك الآخرين؟ لي. إيه؟ خدامي. وأمين. شكون الدلول نتاع الدار؟ أنت؟ أنت اللي تدلوك. هاي شو الورقة أنا عجبتني محضرة، هذه تتسمى فوسكة، يعني أنا نحضروا مع بعضنا باش تحفظ لك الأسئلة. مي نسامحك اليوم، جايبة فوسكة. هاي هاي نسألوه هاي. سؤال مانيش باش نقرا معاك المرة هذه. نقرأ. أقرأ وحدك. هاي أقرأ هاي. تراجع تو في الدروس. اقرا بالقوي بالقوي. خطك هذا ولا خط شكون؟ خط امي. خط امك. باهي اقرا ناي. يا اخي يا اخي. اي انا كلمه وانت كلمه. باهي حقي. يا اخي بالحق التويمه. حق التويمه. اي يحسوا. اي ببعضهم. بعضهم. اي رغم البعد. رغم البعد. يا اخي بالحق التويمه يحسوا بعضهم رغم البعد. شايف؟ صحيح. لانه انتوما تويمه وكما سمعنا علاقتكم استثنائيه وعشره ومحبه، ولكن واحد في تونس واحد في الغربه. المحبه تطفى في الغربه كي واحد يبعد؟ لا تقعد هي بيلها ما تطفاش المحبه، سواء من خوك ولا من واحد يحكي انسان تحبه المحبه تقعد ما تنحاش ما تتفسخش. يصيرتو انا وخويا معناتها معروفين في العائله جلال وشريف عندهم محبه معناتها مفرطه. قدم تليفون في النهار مثلا ولا يلزم تليفون يومي باش تسال؟ والله لا تويكا لا، مي قبل كنا ديما تليفونات، توا مره في الجمعه مره في مرتين في الجمعه لازم، ولو حتى على السلامه لازم تسمع صوته. الحمد لله فما التكنولوجيا، بالتكنولوجيا جديده فما الحمد لله نجموا نتواصل. يا سيدي نورتونا، بارك الله فيك، ان شاء الله تتلموا على قريب. شكرا. اي ناخذوا تصويرتنا ونهديوا لعمي شريف الكيس. اي تفضل. اي تفضلوا حذايا. شكرا. هكذا نوصل ختام هذا الموعد من انت الحب. نذكركم 46 200 212 رقم الواتساب اللي حبيب يبعثوا ستوريه المحبه، ولا اللي يحبوا يشاركوا معنا بعثوا لنا ملخص الحكايه. ومرحبا بكم ديما معنا في سهره الجمعه لنسمه جديده. تصبحوا على خير الناس الكل. Hey.